يعطيكم العافية. شو الأخبار؟ اليوم رح أسوي المسخن الفلسطيني بطريقة كتير سهلة وما رح تاخد منكم وقت. عندي دجاج مقطع ومنظف، رح أبلش أقليه بشوية زيت زيتون. لازم النار تكون عالية بهاي المرحلة. رح أنزل كمية الدجاج اللي عندي ورح أحط أوراق غار وهيل، ورح أبلش أقلب فيهم وأخلي النار بهاي المرحلة عالية زي ما قلت لكم لمدة 5 دقائق مو أكثر. شايفين كيف لون الدجاج عندي عم بتغير وهيك بشد شوي؟ بعدين رح أنزل كمية البصل اللي عندي. طبعا كمية البصل اللي عندي كبيرة، تقريبا 7 كيلو، لأني أنا مستخدم 5 دجاجات. شوف الفرمة متوسطة لصغيرة نوعا ما. بنزل كمية البصل اللي عندي كامل وبلش أقلبها مع الدجاج مع المحافظة على درجة حرارة عالية. لساتنا هلأ بالعالي ما وطيت، ببلش أقلب كمان 3 دقائق تقريبا وبتأكد إنه البصل والدجاج اختلط كامل. بعدين بغطي عليه وبوطي النار لمدة 20 دقيقة. بال20 دقيقة هاي رح أحرك 3 مرات 4 مرات، يعني ما بخليه من غير تحريك. شوفوا كيف نزلت مية الدجاج والبصل ما شاء الله. هلأ بنحركهم شوي، لسه النار واطية طبعا. أنا خلص إنه إحنا بالمرحلة المنخفضة من درجة الحرارة. رح أحركهم شوي بعدين بملح وبضيف هيل ناعم وكمون شوي عشان البصل وبرجع بحركهم، ولازم أتركهم كمان ربع ساعة مع التحريك من فترة لفترة، ولسه النار منخفضة. بعد الربع ساعة خلص، هلأ ال10 دقايق الأخيرة رح أضيف السماء البلدي، وكمية يا جماعة لازم تكون محترمة من السماء وزيت الزيتون، يعني اسخوا فيه، عرفتوا كيف؟ هلأ بنحرك شوي. الأول ما ضفت السماء بنحرك المكونات مع بعض، بهالطريقة. بعدين برجع بضيف زيت الزيتون طبعا ضفت بالبداية لما قليت الدجاج، وهلأ بالنهاية كمية زيت زيتون محترمة. طبعا لازم يكون زيت زيتون اصلي. العلبه هاي اللي قدامكم يا جماعه انا معبيه فيها زيت زيتون من بلادنا، يعني مش تجاري. هلا بنحرك المكونات مع بعض، لسه النار منخفضه اخر 5 دقائق. بعدين خلص بس نحس انه الدجاج استوى تماما بنطفي النار. طبعا يا جماعه لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لي لايك على الفيديو تمام، وتشغلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد أنا بسويه. هلأ رح أطلع الدجاج من البصل والمرقة والزيت والسماء، الخلطة كلها اللي سويناها، رح أحطه بصينية، صينية شوي. نطلع القطع كلها، رح يطلع شوية بصل ما في مشكلة. بعدين رح أرش رشة بهارات مشكلة على طبعا على وجه الدجاج وأدخل الفرن يتحمر، بصير لونه أحلى وشكله أرتب وقت التقديم. وإنه هلأ بهاي الأثناء الدجاج عم بيتحمر، شوفوا كيف أنا رح أجهز الصينية، صينية الخبز. عندي هون طبعا الخبز، خبز الطابون، رح أبلش أشرب من جهة واحدة بالزيت والمرق اللي طلع عندي. رح أبلش أشرب كل خبز بهالطريقة وأصفها. أنا ما رح أعمل الخبز فوق بعض يعني مرصوصين كلهم، رح أحاول أمدهم كامل على الصينية لأنه الكمية عندي كبيرة. على كل خبزة بعد ما شربت جهة منها بالزيت والمرقة رح أنزل البصل كامل، أفرده على الخبز كامل بهالطريقة وأعطيها رشة سماء. فيكم تحطوا مكسرات، فيكم كل طبقة تحطوا مكسرات. في ناس بتحب تستخدم الصنوبر، في ناس بتحب تستخدم اللوز، في ناس بتخلط. أنا ما حطيت بين الطبقات مكسرات، بس كنت أكتفي بالبصل والسماء بكل طبقة بهالطريقة. شايفين كيف؟ وبكرر نفس العملية لغاية ما أخلص كمية الخبز اللي عندي. بشرب طبعا اللي هي العملية نفسها أو المراحل نفسها، اللي هي بشرب وجه من الخبزة من تحت، يعني من أسفل الخبزة من القاع. بعدين بحطها بالصينية، بحط على وجهها البصل كامل ورشة سماء وبس، وهيك بتطبق كامل لغاية ما أخلص. لازم السماء، رشة السماء ضروري. بعدين بحمر الخبز كله بالفرن، بياخد لون حلو مرتب، وبرجع بحط الدجاج على الوجه بهالطريقة بصفه. شايفين ما أحلى منظره صار؟ كتير بشاهي ومرتب، الألوان بتجنن. وآخر شي بزينه باللوز.
فيك تستخدم الصنوبر على فكرة، هو الأصل الصنوبر بس ما كان متوفر عندي. اللوز هم لذيذ، في ناس زي ما قلت لكم بتحب تخلط بين النوعين، وجربوها وعليكم بالعافية.